أصدر الديوان الملكي السعودي الـ22 يوليو 2020 بيانا بشأن صحة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة. وذكر الديوان الملكي في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله دخل هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هجرية الموافق 20 يوليو 2020 ميلادية مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. وختم البيان: حفظ الله خادم الحرمين وألبسه ثوب الصحة والعافية، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. وهو عزة برضو أهل الكويت، هنشوف في مين دلوقتي. واس الأخبار الملكية كتبت برضه في 19 يوليو: سمو ولي العهد يعزي ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر الأحمد الجابر الصباح الله يرحمه. والشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح من مواليد الكويت عام 1940، وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء الكويتي للفترة من فبراير عام 2006 إلى نوفمبر 2011. وهو الابن الثاني للشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح، أول وزير دفاع في الكويت من زوجته نسيمة طالب النقيب. ده الشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح الله يرحمه. وهنشوف بقى الملك سلمان وزوجاته وأبنائه. وإليكم بعض المعلومات عن زوجات وأبناء وبنات ملك السعودية الحالي: الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، مولود 5 شوال 1354 في 31 ديسمبر، وهو ملك المملكة العربية السعودية السابع ورئيس مجلس الوزراء السعودي والقائد الأعلى للقوات العسكرية، والابن الـ25 من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية إذ هو أمين سر العائلة ورئيس مجلسها والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك المؤسس. دي صورة نادرة لي في شبابه، ملك سلمان. ودي صورة الملك سلمان اللي احنا عهدناه بيها. تزوج الأمير سلمان أو الملك سلمان 3 نساء: الأولى الأميرة سلطانة بنت تركي ابن أحمد السديري وهي توفيت وأنجبت منه فهد ابن سلمان توفي رحمه الله، وسلطان ابن سلمان، وعبد العزيز ابن سلمان، وأحمد ابن سلمان. الصورة دي وهو بيداعب ابنته الأميرة نجلاء لما كانت طفلة، أيضا ابنه فيصل ابن سلمان، والأميرة حصة بنت سلمان. أما الزوجة الثانية فهي الأميرة فهدة بنت فلاح ابن سلطان آل حصليب، وأنجبت من الملك سلمان ولي العهد حاليا محمد ابن سلمان وتركي ابن سلمان وخالد ابن سلمان، هنا بيقبل ايد والده، وهنا نايف ابن سلمان وبندر ابن سلمان وراقان ابن سلمان.
أما الزوجة الثالثة فهي الأميرة سارة بنت فيصل ابن ضيدان أبو إثنين السبيعي، وأنجبت من الملك سلمان سعود ابن سلمان، وهنشوف بقى إيه صور نادرة. هنا في خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز أثناء مشاركته في مراسم دفن الملك الراحل عبد الله ابن عبد العزيز الله يرحمه، وهنا الملك سلمان في إحدى رحلات الصيد. هنشوف بعد شوية إمتى بكى الملك سلمان، وهنا الملك سلمان والملك الراحل عبد الله ابن عبد العزيز والملك خالد، صور نادرة كلها. وهنا الملك سلمان أثناء استقباله في احتفالية لإحدى القبائل، وهنا صورة نادرة ليه الملك سلمان بن عبد العزيز مع الأمير نايف، أيضا هنا الملك سلمان بن عبد العزيز بيؤدي العروض العز السعودية، وهنا صورة نادرة لسلمان بن عبد العزيز مع الملك فهد والأمير عبد العزيز بن فهد، وهنا الملك سلمان أثناء تأديته للأعمال الخيرية ورعايته لذوي الاحتياجات الخاصة، كلها صور نادرة وجميلة. وهنا الملك سلمان بن عبد العزيز مع الملك فيصل بن عبد العزيز، وهنا سلمان بن عبد العزيز أثناء توليه إمارة الرياض وكان بيفتتح إحدى المشاريع، وهنا الملك سلمان وأخواه الراحلان الملك فهد والأمير سلطان، وهنا دي صورة جميلة للملك سلمان بن عبد العزيز مع أحد أطفاله، وهنا وهو مترأسا إحدى جلسات مجلس الوزراء، وهنا لقاء سابق للملك سلمان بسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وهنا اللقاء جمع خادم الحرمين الملك سلمان في شبابه مع ملك المغرب، هنا هو بيراجع أحد الأوراق، هنا صورة نادرة لي مع ميركل المستشارة الألمانية في قمة الـ20، من ناحية أخرى لم يستطع الملك سلمان مغالبة دموعه وهو يحضر حفل تخرج الأمير راكان أصغر أبنائه والذي أنهى دراسته الثانوية في مدارس الرياض، هنا وهو بيبكي عما شاف ابنه أصغر أبنائه تخرج، وقال الملك سلمان للخريجين الثلاثاء 3 مايو 2016: أحضر التخرج ليس كوالد لركان فقط ولكن كوالد لكم جميعا. وكان الملك سلمان قد شهد إنهاء المرحلة الثانوية لجميع أبنائه ويحرص دائما على حضور حفلات التخرج والتحصيل العلمي في إشارة لأهمية الدراسة التعليم. لديه منذ أن كان أميرا للرياض الأمير راكان بن سلمان قدم السيف لوالده ليشارك في العرض السعودية التي أقيمت في حفل التخريج المصغر، وأبكى الموقف الملك سلمان وهو يشاهد نجله الصغير قد أنهى تعليمه بنجاح. وهنا صور برضو نادرة للملك سلمان هنا مع أحد أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهنا بيتأكد من سلامة كرسي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.